السلام عليكم. وعليكم السلام. فيه ابن عمرة من مدينة يمنع إلى مكة. إيش؟ عمرة. إيه. برأي عمرة قبل يحرم سار عليه يعني أحد العائلة مرض، فأخذه إلى جدة، تعدى إلى جدة. سار عليه إيش؟ يعني مرض. نعم. في الطريق، فراح به إلى جدة. وهو محرم؟ لا ما أحرم، اتجه إلى جدة، وبعد ما هذا أخذ له يومين بالمستشفى، وبعدين نزل على مكة بعد ما تشافى. نزل محرما أو غير محرم؟ غير محرم. ما في مانع. معه سواق برضه. أقول ما دام هذا. بس نيته على مكة نيرو. خليك معي. ما دام عدل عن النية قبل أن يبدأ بالإحرام فلا بأس، أما إذا كان أحرم ثم جاءه المرض فهذا يبقى على إحرامه حتى ينتهي. عرفت؟ نعم. اللي فهمت أنا من سؤالك الآن إنه مرض قبل الميقات. أي نعم. ثم عدل عن العمرة هون، ما في بأس.